أخبار اليوم. كنا عايزين نسأل حضرتك عن المشروع هنا، رأيك فيه إيه بعد ما تجولت فيه، ويا ترى خطوة من خطوات كتير ممكن إن إحنا نوفرها للأمثال، شايف حضرتك المشروع إزاي؟ شايف إنه المشروع ده أول مشروع عظيم جدا، مستوى المشروع في حد ذاته مستوى عظيم. المشروع ده يعني الناس دي اللي بتعمل المشروع ده بيقوموا بدور الدولة، الدولة عجز الدولة ده مش قادرة إنها توفر أو توصل إلى هذا المستوى. الأطفال اللي بتعمل في مصر أعتقد إن الناس دي عشان تقدر تسيب بلادها سايبة البلاد العالم كلها وجايين يفتحوا هذا المشروع في مصر وبفلوسهم ومجهودهم ودينهم 7 سنين شغالين فيه، اعتقد انه ده مجهود عظيم قوي. الناس دي يعني عايشه في الخارج ولكن رغم كده مش حاسين باطفال مصر ومعاناه اطفال مصر ايتام، وان هم ازاي عايزين يرفعوا مستوى الطفل ثقافيا وصحيا وعلميا، وازاي الطفل اللي عنده فيه مهاره. المكان ده مش مكان حوائط بس، يعني لازم ننظر المكان ده على ان المكان ده فيه امكانيات ان يخلق طفل مختلف، مش طفل عادي. الطفل ده لو دخل مدارس بره مش هيبقى بهذا المستوى اللي هيطلع عليه الطفل ده. اللي حريصين جدا على انه حتى كمان نوعيه الاكل اللي هياكلها الطفل مختلفه، مش زي نوعيه الاكل اللي هياكلها بره اي طفل تاني حتى لو مطبق في داخل اسرته. اعتقد انه هيعوضوا الاطفال دي جامد قوي عن حاجات كتير قوي فخروها بره. هذا المنتج اعتقد كل واحد يحب ابنه يتربى في المكان. كنت عايز اسال حضرتك استاذ ايهاب عن رساله عايز توجهها لكل رجال الاعمال ورساله للحكومه. الناس دي حست انه الناس دي بتتمتع بالرحمه، والرحمه دي هي اهم شيء لابد ان كلنا تتوافق فينا عشان نحس بالاخرين. كل الناس دي لما عملت مشروع ده حست بالاخرين وشعرت بالام الاطفال دي ومشاكل مصر مع هذا الاطفال ومشاكل الطفل. الطفل ده لما بيفقد الرعايه السليمه الطفل ده بينقلب الى مجرم، ما بيبقاش نافع للمجتمع ولا بيبقى نجم للمجتمع. المفروض يعطيك نجوم للمجتمع بعد كده هيفيدوا مصر وهيفيدوا الاجيال القادمه ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا.